فقرتنا الأخيرة حنحكي عن لوحات النجاح ومخططات عدة لكل الأشخاص بيحلموا أنه يصلوا إليها، لكن هل الرغبة والتخيل هو كافي للوصول إلى ما يبتغيه؟ ما هي أهم الخطوات التي يجب العمل عليها للحصول على تحفيز صحيح؟ معنا اليوم ديما سليمان اختصاص موارد بشرية. يسعد صباحك وأهلا صباح الخير فيكي. كيفكم؟ صباح الخير ديما، وجوهكم محفزة محفزة. خلينا لكن نبلش من الوجوه ومن الجو المحيط، كيف فينا نحن نكون مؤثرين ونتأثر بشيء إيجابي لحتى نتحفز أكثر، لحتى نطمح ونحقق الشيء اللي بدنا إياه أكثر؟ تمام، هلا خلينا بس هيك نوضح لهم للعالم إنه شو هو التحفيز ليقدروا يدخلوا كمان معنا بالجو. هلا التحفيز هو الحوار الداخلي الإيجابي مع النفس، يعني أنا شو بحكي لحالي خلال يومي بأيامي كلياتها، بحكي بطريقة سلبية أو إيجابية. التحفيز هو الحوار الإيجابي وليس السلبي، يعني أنا مثلا إذا حققت هدف بقول لحالي يلا برافو ديما انك انت عملتي للهدف، اذا طب ما حققت هدف قول يلا معلش دمدوم مرئية هالمره، بس بحكي مع حالي هذا الحكي ولا لا؟ اذا صار معي شيء انا بقعد بكين، يعني انا مثلا خلص ما عاد بعمل خطوه. حتى نحن لطلاب البكالوريا بنقول لهم انت بتحفز حالك، بتقول لحالك انا رح انجح، انا رح نظم وقتي، انا رح اجيب علامات تفوق. هذا الكلام اللي انا بقوله لحالي، ما بنطر حدا خارجي الي، فهذا التحفيز الذاتي تماما. انه اذا بنقول هيك بالعاميه بحفز حالي بحالي. تمام. في اشخاص اذا صار معهم شيء سلبي بيقعدوا بيتذكروا كل ذكرياتهم السيئه، مواقف حياتهم كلها، يعني مثلا كلها السيئه، من وين هدول الاشخاص بدهم يجيبوا تحفيز ذاتي؟ من وين حيجيبوا طاقه ايجابيه برايك؟ هلا شوفي، انا اهميه التحفيز الذاتي بتكون بثلاث شغلات، ثلاث شغلات بيساعدوه لما يصير معه موقف كيف يحفز ذاته. هو اهميه التحفيز الذاتي بتيجي انه ليعلي لك ثقتك بنفسك. يعني انت عندك مهارات وعندك امكانيات، بس التحفيز الذاتي انك انت تقولي انا بملك المهارات والامكانيات اللي بتخليني انا روح احقق هذا الهدف اللي انا بدي اياه. تماما. هلا التحفيز الذاتي كمان هو اللي بيخليكي ترفعي من استحقاقك. هلا الاستحقاق هو شعور داخلي بانه انت شخص بيستحق كل شيء بالحياه. مثل ما بتعرفوا في اشخاص بتحس حالها انه انا ما بستحق شيء، وبتنظر لحالها هي نظره انه انا منيحه هيك، بتنفس حتى تحكي توجه كلام تطلع تمام. مشاوير تتعرف على اشخاص جداد بالحياه ما تمام. فكره الاستحقاق انه انت حدا يكون طموح وانت بتحسي حالك لا انا بستحق كل شيء حلو بدي اياه بحياتي وانا قادره اعمله. فالتحفيز لما انت بتصيري تقولي لحالك لا انا بستحق اني اوصل للهدف اللي بدي اياه، وانا بستحق انجح وبستحق السعاده، فالتحفيز بيساعدك يكون عندك هذا الاستحقاق العالي، لانه هو بيخليك انه يدعم لك اياه. فانت اول شيء هو دعم لك ثقتك بنفسك، لانه الثقه بالنفس هي انه انت يعني عندك مهارات وامكانيات للهدف. دعم لك استحقاقك انه انا بستحق لهذا الهدف، يعني مو بستحق اي هدف عادي. هلا ثالث شيء هو فكره الخطوه، انه هو بيخليك تعملي الخطوه، لانه انت احيانا مثلا انت تحفزتي وعندك ثقه بالنفس بس انت ما بتعرفي وين بدك تروحي، فالتحفيز بيقول لك لا روحي اعملي الخطوه يلي انت بدك اياها، وبيخليكي تعملي حاله الاستمراريه. خلينا نركز على فكره الاستمراريه. نحن اليوم كنتوا عم تقولوا كيف انا بحفز حالي. هلا انا اذا عندي استحقاق عالي وعندي ثقه بالنفس بس حسيت للحظات انه انا صار معي موضوع او مشكله ووقفت، فمين هو اللي بيخليني انا امشي؟ المحفز خارجي ولا انا؟ انا اللي بصير اقول لحالي معلش هالمرة ما زبطت بس المرة الثانية بتزبط، معلش كل الناجحين مروا بهيك ظروف. ففكرة تحفيزي مع حالي أنا اللي بدي أجيبه لحالي. لهيك أنا بالبداية ودائما بقول لهم اللي بدربهم أنه دائما مفاتيح نجاحكم هي جواتكم، ما تخلوا مفاتيح نجاحك هي خارجية، هي من برا، من هون حتكون ضعيف. في كتير من الأشخاص مثلا بيعملوا شيء بيروحوا لعندي ما مثلا انا اليوم عملت هيك، سمر انا اليوم عملت هيك، هن بيطالبوا العالم انه يقولوا لهم برافو، بيطالبوا العالم انه يحفزوهم، بيطالبوا العالم انه هن يحكوا عنهم. هي قله ثقه ولا هن بحاجه لتحفيز الاخرين؟ هن هدول اشخاص معتمدين على محفز خارجي، فهذا شيء يعني هو عنده نقص بتحفيزه الداخلي. لهيك نحن رح نساعده انه كيف يحفز حاله داخليا. التحفيز الخارجي وانت لو تصيري تعتمدي مثل ما قلتي انه مديرك يقول لك شكرا، انه زميلك بالعمل يقول لك كمان شكرا. احيانا في ناس بتعتمد انه صديق معين دائما يحفزها، وانه لازم تقول له للصديق انا عندي هذا المشروع وهو يدعمه بهذا المشروع، بس هذا النوع من التحفيز ضعيف لانه ما انه دائم، لانه انت ممكن بلحظه
هذا الشخص هو يصير نفسه معه مشكله يبطئ، ما بقى قادر يدعمك إلك صح. حتى ممكن فرد من افراد العائله اللي انت محتاجتي انه يدعمك كمان ممكن يسافر، ممكن يبعد، ممكن يصير عنده ظروف، فما فيك تعتمدي على المحفز الخارجي. فلهيك نحن بدنا نقول لهم كيف هن يعملوا خطوات يصير تحفيزهم داخليا، ما بقى يعتمدوا على شيء خارجي. طيب كيف ممكن نحن نعطيهم القدره والقوه والثقه ليبلشوا من اول وجديد ويحفزوا نفسهم ويمشوا على الطريق الصح واكيد هو طريق النجاح؟ تمام. هلا انا اليوم اذا انا بدي اتحفز داخليا، بس انا حدا في الصبح باكل بشربنا ما عندي هدف، هل من المعقول اني انا اكون متحفز؟ اكيد لا. لهيك واحد من الامور انك انت لحتى تصير حدا عندك تحفيز داخلي انه يكون عندك هدف بحياتك، انك انت لما تفيق الصبح عارفان انا ليش عم فيق، انا عندي شيء بدي اسوي له. فهذا واحد من الامور اللي كثير مهمه انك انت يكون عندك هدف بحياتك. هلا ثاني شيء كثير مهم هو بيحفزك، افترض ان انت عندك بطريق وانت واقفه على جنب، هدفك هون بهذا الطريق، هل انت ممكن بلحظه تقدري تعرفي او تقدري تندمجي بهذا الهدف او تتحفزي له؟ لا. كيف تتحفزي له؟ لما بتروحي وبتوقفي على الطريق وبتعملي اول خطوه. تمام صح. وحتى لو كانت هي الخطوه مو ناجحه او مدى سلبياتها هي الخطوه، الخطوه بهذا الطريق. تمام. هو الاسم هو اكيد صحيح. الاستمرار ليقدر الواحد يحصل على النجاح. كثير بنسمع انه اشخاص حاطين هدف براسهم مره واثنين وثلاثه وعشرة ما عم بيمشي الهدف، ما عم تتيسر امورهم، ما عم بيمشي الحال، فاكيد هن اكيد صحيح. يعني بيصلوا لمرحله ما عاد بدهم هدفهم، يمكن يغيروا الاهداف، يمكن يقعدوا بالبيت. هو مجرد انك توقفي على هذا وشفتي نهايه الهدف هذا حيشجعك. هلا من الامور انا كثير بعتبرها انه هي بتعمل التحفيز الذاتي هو لما انت بتصيري بتقري عن ناجح بنفس مجالك. يعني انت اذا طالب بكالوريا وصرتي تقدري تحضري المتفوقين شو بيصير معك؟ بتصير بتحسي حالك ايه انه انا عرفت شو بدي، حتى حلمك جوا. تماما. وتصيري بتحسي حالك انه خلص انا عرفت شو بدي. اساسا نحن بنقوله بالطاقه انت توافقت معه طاقيا لهذا الهدف. هو التفوق شعور كثير حلو، يعني جد بقول لها مبروك لاختي دانيا انه يعني طلعت امبارح من المتفوقين، فشي بيرفع الراس، شي بيحفزها تدرس اكثر واكثر، بيحفز الاخرين لما يشوفوها، بيحفزنا نحن هيك، يعني انه ثقه كثير كبيره فيها وكثير يعني فرحه كثير كبيره بتكون للعائله اكيد. هلا كمان من الامور اللي كثير مهم بتعرف ترفع الاستحقاق هي التوكيدات. لما انت بتخصص باليوم ولو دقيقتين تصيري تقول تحكي مع حالك انا بقدر، انا ناجحه، انا متفوقه، تحكي مع حالك، لانه انت لما بتحكي مع حالك انت ما بقى بحاجه هذا المحفز الخارجي. كنا عم نحكي على موضوع انه انت لما تروح تشوف اشخاص ناجحين. تمام. هلا هذا الموضوع مهم. انا بنصح دائما الاشخاص اللي بفوتوا بي او بدهم يحققوا شيء او يعملوا تحفيز، حطوا صوره للشخص اللي نجح بنفس مجالك انت بدك اياه. مثلا طالب بكالوريا انت حضرت اللقاءات المتفوقين، حط صوره لطالب متفوق معك بقلب الموبايل، فانت مجرد ما فتحته لما تبلش نفترض تلتهي او انك تفتح سوشيال ميديا فهو حيذكرك هذا الطالب انه انا نهايتي اني انا اصير مثله. فهذا شيء كثير مهم. كمان الامور اللي كثير مهمه مثل ما قلنا نحن فكره التوكيدات، في انا في سؤال كثير كثير بحبه بعتبره هذا جدا محفز داخلي. دائما لما بيكون عندك مشروع وتحسي حالك انك انت خايفه انه ممكن ما يتحقق، اسالي حالك هذا السؤال، ماذا لو تحقق هذا الهدف؟ جربي اسألي حالك هذا السؤال وغمضي عيونك وتخيلي شعور كتير حلو انه انا عندي مشروع بس انا خايف منه، طب ماذا لو لا اتحقق هذا الهدف؟ غمضت عيوني وبلشت اتخيله. شفتي المشاعر اللي بتيجيكي؟ فكرة انه انا ايه قديش حلو المشاعر، قديش حلو انه اهلي عم يباركوا لي وقت نجحت، طب قديش شعور رفقاتي انا لما باركوا لي بهذا الموضوع، قديش يتولد ثقه، قديش رح يتولد يمكن انك تعملي يصير عندك هدف ثاني وثالث ورابع. هي اهم شيء انه حلمنا ما يتوقف واهدافنا ما تتوقف. ديما احنا كثير بدنا نتشكرك على الصباح الحلو. تسلموا يا رب، ان شاء الله نكون حفزنا اللي عم يسمعونا. اكيد نحن تحفزنا اكثر. شكرا لك، شكرا لوجودك معنا. اكيد تسلموا.